معنا المحلل السياسي أحمد بان. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يبدو أن الوضع مشتعل في لبنان، مرحلة صعبة تمر لبنان. ما مدى صعوبة ذلك أستاذ أحمد الآن؟ يعني أعتقد أن الشعب اللبناني يدفع ثمن ربما تأخر السياسيين عن إدراك طموحاته وآلامه، وربما فشل بنية السياسة في لبنان المعروفة بالتعددية ويعني التباين الواسع في الآراء والتوجهات. للأسف الشديد ربما البنية الدستورية أو القانونية التي أمنت اتفاق الطائف قبل 3 عقود لم تعد مناسبة الآن لأحلام اللبنانيين وللسياقات التي يتعرضون لها، وبالتالي أتصور أن خروج الشارع على كل الأحزاب السياسية والكفر بالجميع هو كفر ببنية السياسة في لبنان. والتأكيد على عذرا على مقاطعة، ولكن اتفاق الطائف أبعد لبنان من الحرب الأهلية، وكان هناك توافقات. اتفاق الطائف قبل 30 عاما كان الاتفاق الأفضل، وربما أخرج اللبنانيين من نفق الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما. لنوضح النقطة أكثر. لكن أستاذ أحمد، هناك حزب الله يريد أن يكون فوق هذا القرار، وأنت تعرف حزب الله ماذا فعل في لبنان وفي المنطقة. نكون واضحين أكثر. هذا هو التشوه الحاصل. التشوه الحاصل في الساحة اللبنانية السياسية الآن هو بالأساس نتاج لهذه الحالة، حالة استئساد بعض القوى على باقي المكونات السياسية ومحاولة القفز على حالة التوازن التي أمنها اتفاق الطائف. صحيح. ولم تقبل بها أطراف وحاولت أن تغير قواعد اللعبة من جديد. ربما كانت هناك إشارة واضحة في خطاب حسن نصر الله الأخير تتحدث عن أن لعبة الحشود أو خروج الشارع هم الأقدر عليه، وأنهم إذا خرجوا للشارع لن يعودوا قبل تحقيق أجندتهم أو مطالبهم، وبالتالي نحن أمام تهديد ربما يفتح الباب على احتمالات غير مريحة في الشأن اللبناني. لذلك أتصور أن عقلاء الساحة السياسية اللبنانية عليهم أن يتقدموا لنزع هذا الفتيل ومحاولة بناء قاعدة للتوافق السياسي تأخذ في الاعتبار مطالب الشعب اللبناني، وتأخذ في الاعتبار حساسية وتعقيد اللحظة وتعقيد الأطراف، خصوصا أن هناك أطراف استثمرت في صناعة هذا الفشل. يعني لا يمكننا أن نتغافل عن أن وجود حزب فوق الدولة ومحاولة فرض كلمته على الفرقاء في الساحة اللبنانية هو من العوامل الرئيسة في الوصول إلى هذا الوضع الكارثي الذي فجر هذا الغضب الشعبي في النهاية. أتصور أن لبنان بحاجة إلى عقلاء السياسة اللبنانية وهم كثر من أجل أن يستنقذوا المجتمع اللبناني والمعادلة السياسية اللبنانية. نعم، كان هناك تخوف من استغلال حزب الله، ويبدو أن استغله حتى في خطابه يوم أمس نصر الله، عندما كما ذكرت وجه تهديدات سواء للمسؤولين أو المتظاهرين. الآن ما تداعيات ذلك؟ لأن هناك تخوف أن يكون هناك مذبحة على الأرض. للأسف الشديد يعني هذا المشهد على الأرض إذا استمر دون حلول واقعية وحلول تتسم بالحكمة فقد يفتح الباب بالفعل أن ينفذ حسن نصر الله تهديده ويدفع حشود في مقابل حشود، ونصبح أمام مشهد أقرب إلى استدعاء مشاهد الحرب الأهلية. وهذا هو الخطر الذي يتحسب منه الجميع، وما يستدعي ليس فقط استدعاء عقلاء السياسة اللبنانية لكن عقلاء العرب والقوى الإقليمية أو القوى الكبيرة في العالم العربي. لأن خروج لبنان من ساحة التأثير العربي أو الاحتضان العربي أو التعاون العربي تركها نهبا لهذا التدخل الفارسي عبر لاعب مثل حزب الله، وبالتالي أصبحت بعيدة عن الحضن العربي وأقرب إلى الحضن الفارسي، ما أوصل الأمور إلى هذا الحد الذي في تقديري هو محاولة لدفعها لأن ترتمي أكثر في أحضان حزب الله وأحضان السياسة الفارسية.